واحدة طفيت منبهات رجعت نمت مرة ثانية. شوف كيف تعذبنا، شوف احنا قاعدين نطلب يلا زي الزفت. الكتاب هنا يعني بدور الأجوبة جوال كذا حكمس دقايق بعدين ارجع اكمل ذا. نقول بسم الله الأول طباعة. بسرعة اللي بعده صغيرة. يلا هذا لسه شيء من لا شيء، لسه باقي أوراق كثير مرة باقي كثير. هذا نقطة من بحر يعتبر، بس طبعت الأشياء المفردات اللي هي زي التعاريف، لسه باقي أساس المقالي وتحقق من فهمك وحشية. لا لا شوف أنا ما راح أتدمر كثير يعني، خلاص الحمد لله يعني. في آخر لحظة جانا قوات تدخل بطيء وكذا أعطتني كذا كم شيء من الفصل الثاني أخذنا. ولا احنا الصف اصلا ما كان فيه مراجعه متخيلين، فبس كذا اخذنا كم شيء، مع انه والله ترى بنكرف كرف فبطبع الحين اوراق المهمه. اليوم يوم الجمعه فبس ابغى اذاكر المفردات. شفتوا هذا اختبار المفردات، تخيل هذا اللي ما حد اللي الكل يسحب عليها فجاه كذا قالوا نذاكر منه، فبذاكر منه شوي اليوم، ويوم السبت من جد الكرف الحقيقي. بس دحين شوف ايش بسوي، دقيقه اثبتكم حتى في المذاكره معاكم. دحين شوفوا مو في زي الأسئلة هذه، طيب بحين بدور أجوبتها في الكتاب هنا، يعني بدور الأجوبة. فيلا الله يعيني يعني صراحة. أو شو نبدأ هنا، يقول لك هنا يا طويل العمر اختر مما سبق رمز. تخيلوا هذا مصورته من الكتاب، مصور الكتاب وطبعته. ما لقيته في حلول فصورت نفس الكتاب. اختر مما سبق رمز الجملة. كلام جميل جدا. أوكي سنعود بعد قليل، فأجيكم بكرة. الحين بسوي قهوتي عشان نبدأ مذاكرة بذمة وضمير. تخيل بابا سوى ثلج وخلال الثلج الباقي هذا اللي كذا دايب. خلاص بحط 150 جرام. شوف كيف يا ليل هذا كيف يطلع، كيف أحطه هذا. طبعاً هذه قهوة بالموية ما شاء الله، ثلج مرة مليان موية. أسمع أسوي لكم أصوات الأكل يا أخي. أسمع نرجع الموضوع يعني. أنا أعرف نفسي ما حيجيني وقت الجدية إلا بالليل، فالحين بس بجلس هذاك كذا أشياء وهذا وبس. هو وين شوف طريقة إيش نسوي، إحنا نجيب كوب زي كذا في القمع هذا، طيب نجيب الفلتر صح؟ عشان ايش نسوي ترطيب. اوكي الحين جو القهوة، انا طحنت اصلا، حطيت 22 جرام. نحط هنا كثيرة شاء الله. أنا عكس الناس أشرب قهوة يجيني النوم، فيار ما يجيني النوم. حطيت تتين بالغلط. اسمه كلها فيها سلام. أوكي عادة العلاقات مع الغرفة والأرض وكل شيء. ماك بوك عشان نشوف شروحات فيه. يا الله ما أبغى ذاكر يا اخي، انا ابغى اذاكر بس ما ابغى. تعرف ذاك الشعور اللي شغف الدراسه فجاه يقوم. قالوا ترى بنت في المسلسل كل شويه يتفرجوا وارجع عيد، حفظتي زي اسمي بس لازم اعيد. يلا نكتب رياضيات. استنوا الضلع الاخر راح اخذه بنفس الشكل اللي هو بي. الله القهوه هنا بي وسي تقابل. ما ابغى بس شغلت الفيديو، انا ماني فاتح الكتاب. عباره عن الاكس والواي. طيب 12 تقسيم الاربعه فيها. جماعه تخيلوا انا وصفحه الدقين قاعدين نبكي مع بعض نتناقل الطاقه السلبيه. بنات وربي منهارين مره. تخيل انه بلتنا انه رسلت مراجعه الفصول الثانيه واحنا ما رسلت لنا، بنذاكر الكتاب هذا كله بنذاكره لسه والاوراق هناك. يا اسمع ابكي
لا وصاحبتي دق علي تقول لي انه انت في اي فصل؟ تسالني انت في اي فصل؟ شوف انا في متى لسه في الدرس الثالث، هذه الوحده الاولى اللي اذكرها. خلاص بموت والله بموت خلاص. انا قلت الساعه 5 بالضبط بذاكر، دحين الساعه كم؟ 5:06. ما شاء الله تبارك. اقول يلا يلا بس اروح عن وجهي. لا لا معلش مو اروح عن وجهي. شكرا مثل نفسه نايم عشان ما هو متذاكر. طب انت ليش متذاكر؟ ترى المذاكرة يعني ترى دكتور ترى يعني يسوي نفسه نايم عشان ما هو متذاكر له. شوف الفشل. كرم ايش هذا؟ بسم الله الرحيم. يما يما يا جماعة بنروح بنروح نخرج. يلا بسرعة خليني بس شبشبي بس. اسحبي اسحبي بسرعة. بس شبشبي بس. يا ليل هذا راسه انعزق. ايش فيه؟ بس نظارتي عشان اشوف الناس زي الناس، اشوف الناس زي الناس ما شاء الله. يلا ماما يلا خلي فجأة كل العائلة بتخرج، كلهم بنخرج. مرسمت ها تمسح مو اتش بي 2؟ ايش بي 2 هذا؟ خلاص اعطيني اثنين. طيب خلاص اعطيني اثنين. خلاص خلاص تستر شريت مسمتين. تخيل بعد ما شريتها قال لي البنية بريال. طب يعني ليه ما تخيل اشتري البنية من اول؟ لايك تستر. شوفوا يا جماعة هذا هو عصير اسمه صمدو. تخيل بس عبايتي هذه لانه فجأة ما في عباية قدام اللي هي عباية كشخة بسيط. خلاص خلاص رجعنا نرجع للعالم الخاص. بفسخ العباية فسخ اللابتوب ما طفى كمان. صار ايش دخل ما ادري. كرم امشي شيل ثيابك من الارض. ما شاء الله الغرفة فوق منها منكوبة تنكب زيادة. لا حول ولا قوة الا بالله. يلا طلعي سندويشتي. طلعت الدجاج. شوف ان شاء الله ما يكون فيها بالطحينة ان شاء الله. شوف ما ماما ما يحمس. طبعا اهلي طردوني وخلاص رجعت الغرفة باكل. بلزع الجوال كذا حق 5 دقائق بعدين ارجع اكمل مذاكرة. انا الحين باقي لي يمكن كذا حق 4 دروس واخلص. يا رب درس المراجعة يا رب يا رب تكفى. شوف سندويشتي جماعة احس مرة ماني قادرة اذاكر فبنام بسرعة واجي. يعني تخيلوا دقيقة هذا اللحاف لازم يدفي. كذا ابغى انام في غرفة ماما. ليش ما ادري كذا بكيفي بنام غرفة ماما. احس مرة دايخة. دحين الساعة 10:47 بنام وبقوم الساعة 2 ويوم أقوم بذاكر لين الساعة 4 والساعة 4:30 بتروش وأسوي لشعر ستايلينج كيرلي. هي ما نخلق تروش فبس. وإن شاء الله بكشخ اليوم بكشخ يعني يكون الاختبار خايس شكلي خايس ما يجي. فايس يلا خلاص بروح نام بسرعة بسرعة. الوقت الوقت ما في وقت ما في وقت. جماعة قمت من النوم أبشركم وحرفيا أساس أقوم الساعة 1. طيب قمت الساعة 1 طفيت منبهات رجعت نمت مرة ثانية. معليش والله مرة كان بدري. أصلا باقي لي درسين وخلص وهذه مكافأة من ماما. الله يسعد ماما شكرا. تدري الحين الساعة كم؟ الساعة 4. بس بكمل مذاكرة. أنا فقدت نوم وقبلتني ما رسلت مراجعة أصلا ولا شيء. فخلاص أنا أبغى أروح متوكل على ربي وكل حاجة والله يسهلها. صباح الخير. صح صبحت عليكم معلش نسيت. دحين خلاص بتجهز في التيك توك صراحة. بسوي خيانة وبجهز في التيك توك بس على اليوتيوب. بتجهز هناك واجيكم وانا اجهز ايش التوت باج. بجهز معاكم التوت باج بس دحين يلا نجهز. اصلا ما بسوي اصلا احس بذاك التجهيز بسوي ميك اب. لا بس بسرعه بحط كذا اشياء تخليني يعني انا صاحي يعني مش لحد يحسبني انا لسه الصراحه مش شيء. رياضيات لا والله انا نسيت اني معاهم اصلا. بس
شكلي غريب ولا ماني محدد شفايفه بالمن الاخير في الشريعة. لا مو شريعة، حد خصحها ان شاء الله. شريعة مين؟ ترى الشريعة يدخل القانون يعني المعلومة. شوف ايش قررت اسوي، قررت اسوي هذا الكوكيز اللي تبعني بتيك توك، يعرف ان انا اصلا قد جربته من اول مره عجبني، اصلا باقي اخر واحد الحين اوريكم، شفتوا باقي اخر واحد، فحميت الفرن الحين بحطه عبال بروح اسوي القهوه. تلكم ما اطلع الا في الليل، اليوم من النوم صحيت دوبي دوبي صحيت. طبعا بعيدا اني حاطه هذا الكيرلي هذا، بس انه حرفيا في الليل اقصد في الظهر لما رجعت المدرسه في الصباح ما قدرت اصور من الانهيار اللي جاني. بنات اختباري كان زي الزفت زي الزفت حرفيا، البنات كلهم اصلا طيب من قاعه الاختبار وهم بكره علي كيمياء والمراجعه طويله بس عادي. شوفوا شوفوا كيف الكوكيز هو محروق من فوق يعني، بس عادي اكسترا حريقة اكسترا حريقة. شوفوا مراجعتي بليز خلاص. اوه خلصت، بذاكر وجهكم خلاص ما راح اصور لكم عشان ما ابكي بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم لليل. الحين لسه مستمرة بالمذاكرة بس مرة مو راضية تنحفظ المعلومات. شوفوا شوف عشان لا تحسبون مجنونة، هذه قهوة هذه موية، حطيت هنا موية. استنوا دقيقة بس الإجراءات. شوفوا موية، شوفوا هنا مرة ماني راضي أحفظ، لاني راضي أفهم ولا راضي أحفظ ولا راضي أسوي ربط، مو راضي يجي ولا ربط، بس انه عندي هنا ربط واحد حق اي ما ياتي لا يعد وصفا للمول، انه المول ما يقدر نشتري فيه له جسيمات ولا شيء، فخلاص ربط. بس شوفوا هنا الارقام ودي الاشياء، والله ما هي راضي تنحفظ مره ما خلاص ما بدي خلاص اليوم بختبر بعدين بكره يصير اخر ماده. ويا لا 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 طبعا دوب صحيت الغرفه مره ظلام، بس انه اليوم اختبار الكيمياء وانا جاهزه، انا جاهز بقوم اتجهز واروح هنا تاخر الوقت. ويلا مع السلامه، بجيكم في الصباح الحين بروح السياره واصور لكم. سويت لكم سحبه في الليل بس جيتكم في الصباح. اليوم فطور سندويش نوتيلا، اسرع شيء في العالم، اصلا سرقته من الصاله مو حقي. مستعد؟ ايش اختبارك؟ ها؟ رياضيات اسهل شيء في العالم، وانا كاني مجلودة امس. المهم انا اختبار اليوم كيمياء وان شاء الله يسهلها يعني. معادلات ترى مرة صعبة ما قدرت احفظها في الليل، بس يلا عوافي. فن ولا مو فن؟ والله فن، هذه نظارتي يعني كذا كانها نظارتي. المهم اختباري كان رهيب رهيب زي العسل، راح اسوي لي اكل اوريكم. نروح المطبخ عشان صراحة فل جوع فل جوع. شوفوا قاعد اسوي لي نيجتس لانه ما في شيء اكله غير هذا، وراح اسرق صراحه راح اسرق العيش حق بابا مع انه هددنا انه لما ناخذه، بس انا بسرق عشان بابا في العمل ما ادرى عني. ان شاء الله نشوف الفيديو يصفقني ان شاء الله. كذاب خمسه لا اربع حبات. ايوه لا امس 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اصبري 1 2 3 4 5 6 7 8 خذ حبين بس مسموح لك حبة واحدة فقط. ما باخذ محروق اخذ المسوية. اقول خذ المحروق. جماعة والله احس اني جيعانة فبسوي اندومي واحط فوقه النقت كذا، بحطه مكس ان شاء الله ما يطلع طعم خايس يعني، الله يكرم النعم. يلا نجرب. اقوى مغص لحين يجي. لا احس كاني كوريه، فهمتوا قصدي؟ ذاك الاندومي النودلز. يلا سلم عليه بروح اكل. اليوم كمان الغرفه ظلام بس سمي صوت الاذان. المهم انه قمت الحين الساعه 5 بالضبط، بقوم اراجع بسرعه انجليزي على السريع بعدين اقوم اتجهز
وبشوف كذا بصور لكم. امس وصلت الوان الهولي حقتي فبصور لكم هي تيك توك، بحط لكم صورتها اللي بيطلب بنات. هذا معلم بس مره مره متحمسه اوري. ام يلا بقى بوصل وجهي واجيكم، خلاص بصور لكم وانا جاهز. It's time ولا مو it's time؟ صباح الخير، خلاص من اخر يوم اختبارات، بكرش علي استنى اوريكم. ما راح ارمي لاني احب المادة، احب الابلة كمان يعني. خلاص اليوم اخر يوم اودع صحباتي لاني حنقل، والله فيني بكي بس ما راضي اطلع. دي حاجة مؤثرة بس انا ما تأثرتش. فاليوم بجهز، اليوم اكيد بتجهز يعني، اقصد اني ابغى احط ميك اب، لكن ما راح احط ميك اب يعني ما راح احط لا كونسيلر ولا فونديشن ولا شيء ولا عدسات. ليش؟ لانه بنلعب لعب بالوان الهولي. بنات جبت الوان هولي مرة 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 حلوة من متجر هولياز، بصلكم هي في التيك توك، بصلكم هي الحين كمان. اليوم ودي احط ميك اب، عارفين شلون؟ مد ليش ماسك الكتاب بس بحط ميك اب. ايش لونه؟ لون مافي. ايوه لا حد صار بحط لون مافي. من فكرت لو اني حطيت ازرق، بس يعني ازرق احس كان يعني يحتاج اني احط كونسيلر واشياء وانظف، وانا صراحه طفشانه يعني حرجع البيت والكل نايم وانا ابغى، لا لسه فيني طاقه التحليل فابغى اروح مع امك. خلاص ما يصح بروح مع امك واصور لكم فلوج هناك، بصور لكم لما اروح بصور لكم، لانه اسماء بالذات قالت لي اصور لكم فخلاص اصور لكم. المهم انا الحين بتجهز وبجهز في التيك توك. يلا مع السلامه، بسحب عليكم هذه المره، كل مره قاعده اسحب عليكم يعني، بس يلا معلش امسحوا في وجهي، امسحوا في وجهي. خلاص كذا خلصنا يوم، شوف كيف تعدمنا. رموشي تلونت معه، شوف كيف وجهي كل لون. بحكيكم كل شيء اذا رحنا وصلنا. وخر وين مكتب حمد؟ شوف الحين قاعدين نطلب، يلا اخذنا الطلب، يلا الحين رايحين، يلا بسم الله. جماعه والله ترى السلام عليكم من ثانية وصلنا ثانية دقيقة أجمع كلام واجي. صراحة شعور آخر، خلاص مو آخر اختبار، لا خلاص أول يوم بعد الاختبارات، بدون اختبار بدون هم بدون شيء. فالحين بنرسبنا في المنصة عشان من تنزل النتيجة، وجاي في الكوفي ما شاء الله حركات، عشان أصرخ في نص الكوفي يطردوني برا الكوفي، بس نزل نزع ما نزلت النسبة لسه قدا كلج. فيوم تنزل بقول لكم نسع جدا اختبرت أصلا، اللي هو الاختبار اللي عن بعد عرفتوه، هذاك الاختبار اللي العملي حاسب. فيب خلاص من تنزل النسبة اجيكم. اوكي اوكي جماعة، ماما جايبتنا بيت ستي وقت ما تنزل النسبة، بيت جدتي اللي هي ام ماما، شكلها بيصير تصفق جماعي. ليش يا ماما تحطينا في مواقف محرجة؟ بنتصفق قدام الناس كمان؟